يا من حرم تهب بلادك هذا وتقيدك كل ثوار الساحة اليوم سجاد في ايدك ورجع وشيل بكل زود رايتهم بيدك ما نتراجع داعي يوم الثلاثاء نتي عن سجاد ماكو اللجنة الأمنية تقدم استقالته ما تفيدنا هذا ما نحمينا اللجنة الأمنية من محافظة إلى قائدها زين الساعة الثلاثاء الساعة 12:05 بس دقيقة الساعة 12:05 قائد الشرطة ما بلغنا بالنتيجة مال سجاد شنو الخميس؟ لا ثلاثاء احنا نشرب احنا نشرب تنتهي الثلاثاء 12 بالليل تنتهي الثلاثاء 12 بالليل بعدها ماكو اي نتيجه لا يبقى محافظ لا قائد شرطه لا مستشار لا نائب وقد اعذر من انذر وثاني يوم اذا لقيت المحافظ او قائد الشرطه مداوم يتحملون كافه المسؤوليه ترجع الناصريه ترجع الناصريه المربع الاول ماشي هذا حق والحق الموت عليه والناصريه ناصريه يده ومثل ما وصلت رسالتنا هاي رسالتنا وصلت طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد طبعا اليوم نريد نتحدث في بداية الحلقة حول تصويت البرلمان قبل يومين على موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية وبحضور 209 نائب على مقترح باعتبار توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتة النساء كوتة النساء في المحافظة شلون حسبوها الجماعة ما أدري طبعا رفض الناشطون والمتظاهرون في ساحات التظاهر هذا التصويت واعتبروه مخالفا لما خرجوا من أجله منذ ثورة تشرين العام الماضي 2019 وأطلقوا هاشتاج على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان البرلمان لا يمثلني دعونا نتابع بعضا من رسائل المتظاهرين من ساحة التحرير في العاصمة بغداد ونبدأ مع الرسالة الأولى البرلمان العراقي على الدوائر الانتخابية المتوسطة بمسمى آخر هدفهم بقائهم في السلطة العراق الآن يناديكم يا تشرينيين حتى لا نجعل العراق غنائم يوزع بين الأحزاب والمتنفذين باسم البرلمان والقانون لا تدعوهم يسرقون حقكم في الانتخابات الآن انطلق هاشتاغ من ساحة التحرير البرلمان لا يمثلني البرلمان لا يمثلني دعونا كذلك نستمع ونشاهد الرسالة الثانية كذلك من ساحة التحرير في العاصمة بغداد من قبل بعض الناشطين والمتظاهرين في الساحة حول هذا الموضوع نشوف أمس البرلمان عقد جلسته وأقروا دوائر وسطية هذا التفاف على مطالب الشعب والتفاف مثل كل مرة يسووها ويسرقون جهود الشعب ويصادرون مقررات الشعب احنا بالنسبة لنا نرفض القانون اللي أقر سابقا قانون الدوائر الصغيرة هو القانون اللي خرج من رحم تشرين على البرلمان أن يرضخ لمطالب الشعب أطلقنا هاشتاك اليوم 11/10 البرلمان نعم خلونا نقرأ بعض التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الهاشتاج البرلمان لا يمثلني الذي جاء رفضا لجلسة البرلمان يوم السبت الماضي قال نبدأ مع سجاد كامل قال برلمان المحاصصة والصراعات السياسية واللامبالاة للشعب هو برلمان ساقط الشرعية ولا يمت بصلة للعراق وشعبه البرلمان لا يمثلني قال العراقي سند لا يمثلني ولا يشرفني ولا أعترف به كما قال لملوم وحرامية وذيول نعم أنا الولاء للوطن قال قانون الانتخابات بصيغته الحالية فصل على مقاس الأحزاب ويقف
بالضد من تطلعات الشعب والشباب الثائر، وسيعيد لنا البرلمان نفسه. نريد دوائر صغيرة وليست متوسطة. نعم. عمر قال برلمان لا ينفذ مطالب ثورة الشعب لا يستحق تمثيل الشعب. حسين قال اكتوبر خرج به أبناء العراق، خرجوا وهم وأهم مطالبهم عراق خالي من الفساد والسراق وجميع الميليشيات الوقحة. نعم، خلونا ناخذ الاتصال الأول وبعدين نتابع التغريدات تحت وسم البرلمان لا يمثلوني. معنا اتصال شاكر من بغداد، تفضل شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك، تحية كاتب البرنامج. حياك الله يا هلا بك. استاذ عمر، هم حتى احنا حتى لا نريد نتكلم او شيء، هم ما يسمعون لازم، ما يسمعون مطالب الشعب العراقي ولا يسمعون مطالب ثورة تشرين. هم طبعا هو البرلمان هو ما لا يسمح ولا يسوي ولا يعني يفيدنا احنا ولا يفتحنا ولا يمثلنا البرلمان، واي برلمان هو البرلمان السواق لو برلمان يا عمر. نعم. أنا ما يمثل نحن الشعراء ما يمثل أي شعر، لو يمثل الشعب العراقي كان مو صار هاي ثورة تشرين، صار لها من 2019 وهاي 2020 صار لها سنة وتقريبا بشهر أو سنة الثاني. شنو اللي قدموه للمتظاهرين؟ شو قدموه للشعب العراقي؟ هاي كل ما تجي انتخابات يقومون يشرعون بكيفهم ويصوتون بكيفهم. احلى بيناتهم استاذ عمر، شنو اللي سووه للشعب العراقي من ذاك اليوم لهاليوم؟ نعم. شنو اللي سووه؟ لا الاقتصادية ماكو، اي شيء قدموه للشعب ماكو. فهذا البرلمان ما يمثل الشعب العراقي، هذا البرلمان يمثل المشيات الوقحة، يمثل الاحزاب، يمثل انفسهم، يمثل بوق مالهم، السرقات، ذلك المعتقلين من 2014 لحد الان ما حد صاد عليهم. اي برلمان وقال انا حروح اشوف المعتقل، اشوف المحاج، اشوف الفقير، اشوف الكين، انفذ مطار ثورة تشرين اللي تكتل، اللي استشهدوا اكثر من 800 شهيد، أكثر من 30 جريح ومعوّر. 30,000. شنو اللي مثلوا يا أستاذ عمر؟ نعم. شنو اللي مثلوا للشعب العراقي؟ اللي أنا أريد من عندهم قانون واحد اللي بيه إنه مثل للشعب العراقي، سوى للشعب العراقي مات بيه، شنو سووهن؟ هذا أي برلمان أستاذ عمر؟ هذا نعم. برلمان ما سهل، برلمان ما البوك، برلمان ما يمثل الشعب العراقي، يمثل إيران، يمثل الميليشيات، يمثل هم الظلام. أسأل الله عز وجل أن يظلم بيهم، وإن شاء الله وإن شاء الله نسلمهم إحنا الشعب العراقي كلنا، نسلمهم بيد الله عز وجل. وأنا أشكرك قناة راغدين. شكرا شاكر من بغداد كان معنا. سلام غرد وقال على تويتر تحت وسم البرلمان لا يمثلني، تسرقون منذ 17 عام وللآن، يقول أما خجلتم من أنفسكم تسرقون المواطن؟ حتى رغيف الخبز لا يوجد لديه، أيعقل ذلك؟ علا قالت البرلمان لا يمثلني لأنهم مجموعة من التبعية والولائيين لا يمكن أن يمثلوا العراقيين الأحرار. زيد عبد الوهاب قال مجلس النواب الذي يقف بالضد من إرادة الشعب ومصالحه ويلتف عليها فهو لا يمثل عمليا سوى أحزاب ودولة عميقة. عمر الجنابي قال كل الرئاسات لا تمثلني وكل أحزاب السلطة لا تمثلني، يقول أي سلطة والميليشيات تخفي آلاف العراقيين وتحرم أقضية ونواحي من بيوتهم. ميثم بن أكتوبر قال الشعب هو مصدر السلطات، فمن يجي شخص ويلومك على أنه أنت انتخبت فلان نائب وصعد على كرسي وما قدم للناس أي شيء، وبعد الواقع المزري اللي جاي يتحول من سيء إلى أسوأ،
بعد تسلمهم المنصب المفروض تطلع وتوقف بوجه النائب، لأن صوتك ثمين وأنت اللي تتحمل مسؤولية خطأك. علاوي قال برلمان بي الحلبوسي وحسن الكعبي وعمو صباح تريدون يمثلني، البرلمان يمثل الدولة العميقة ولا يمثل الشعب. نعم، معنا اتصال أبو علي من بغداد، فضل أبو علي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. بالنسبة للانتخابات عمر معك، نعم تفضل. نعم أستاذ عمر، نعم يعني البرلمان قبل يومين صوت على مشروع تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية متوسطة كما أسماها، يعني تقريبا العدد يكون مثل الكوتة، كوتة النساء اللي هي تقريبا 84. تسمعني أبو علي؟ انقطع اتصال مع أبو علي من بغداد. أبو مالك من أمريكا، تفضل أبو مالك. أبو مالك تسمعني؟ أبو مالك يبدو أننا فقدنا اتصال أيضا مع أبو مالك من أمريكا. طبعا يتواصل الجدل في العراق بشأن تصويت مجلس النواب السبت الماضي على مقترح يقضي بتقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة، وهناك يعني 50 نائبا يستعدون لتقديم طعن ضد هذا التقسيم، بينما يرى نواب آخرون بأن استمرار الجدل بشأن هذا التقسيم يمكن أن يهدد موعد إجراء الانتخابات المبكرة التي سبق أن حددت أو حددت لها الحكومة موعدا في 6 يونيو حزيران من العام المقبل اللي هو 2021. عضو اللجنة القانونية في البرلمان رشيد العزاوي أكد وجود طلب موقع من 50 نائب للطعن في فقرة تعدد الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات التي تم التصويت عليها في جلسة البرلمان الماضية، وأوضح في حديث لصحيفة الصباح بأن الطعن الذي سيتم تقديمه يتضمن طلبا لإعادة تصويت البرلمان على هذه الفقرة. تحدثت مصادر برلمانية عن وجود حوارات مكثفة داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب وكذلك من الكتل البرلمانية من أجل التخفيف من حدة الجدل الذي تسبب به تصويت البرلمان على تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية. موضحة للعربي الجديد بأن الكتل المعترضة قدمت مسوغات كثيرة، من بينها عدم وجود حدود جغرافية، تحججت بعدم وجود حدود جغرافية واضحة للدوائر الانتخابية، الأمر الذي سيتسبب كما قالت بتداخل يمكن أن يربك العملية الانتخابية، والمخاوف من احتمال تحول بعض الدوائر الانتخابية داخل المحافظات إلى إقطاعيات سياسية وعشائرية. هسه الجماعة تفطنوا، صار لهم 17 سنة هسه يلا تفطنوا على هذه الأمور، فضلا عن المشاكل الكبيرة التي قد تحدث في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وبينت بأن جبهة الكتل السياسية الرافضة لتوزيع الدوائر الانتخابية بدأت تتسع مرجحة تصاعد الضغط في هذا الشأن حتى التوصل إلى صيغة توافقية للدوائر الانتخابية. أبو مالك من أمريكا يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو مالك. أبو مالك تسمعني؟ أبو مالك، نعم. أبو فاطمة من النجف، تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله. أخي عمر، يعني صراحة المشهد السياسي في العراق، نعم، يعني شر البلية ما يضحك. أنا متأكد يعني الكثير من العراقيين يعني لا يدرون ما الأمر، يعني ما هي هذه الدوائر وماذا تعني الدائرة وشنو القضاء وشنو ميتة، يعني القضية هؤلاء أخي يماطلون حتى يرجعوا إلى القانون القديم، يعني احتمال كبير لا يمرر هذا القانون الذي هو ده يتكلم عليه المحللون السياسيون بأنه في صالح الشعب العراقي، وخصوصا المتظاهرين الذين خرجوا من أجل يعني التعديلات السياسية والمطالبة بإنهاء المحاصصة هذه التي دمرت العراق. فهناك أمور أخي غامضة، هناك أمور يعني التحايل، إيران تدفع بهؤلاء يعني الكتل السياسية وخصوصا الشيعية لمرة ينسحبون ومرة كما تفضلت يتحججون بهنالك مناطق متداخلة إلى آخره، وكذلك هنالك لابد أن توافق بعدين المحكمة الاتحادية
على اذا ما وافقت ما في قانون جديد. وواحد من المحكمه الاتحاديه مستقيل طلعوه حتى ما يصير نصاب. يعني امور خربطه في خربطه. لكن احنا نعول اخي نعول، احنا نريد من اخوتنا هنالك تجمع سياسي في الناصريه انطلق على ان يتصلوا بالنشطاء في النجف وغيرها لانشاء تجمع سياسي كتله سياسيه عسى ولعل يدخلوا للمنافسه والفوز، لان احنا اخي ما عندنا غير هذا القانون الموجود، قانون بولا بريمر، ما عندنا غيره. فنحن مهما استطعنا ان ندخل بين هؤلاء المجرمين، هؤلاء السراق، ولو ان يعني ندفعهم دفعا ان يفوزوا في الانتخاب. والمناسبه يعني على اساس مقتضى الصدر جماعه سائرون يدفعون في اتجاه القانون الجديد، ولكن اذا فازوا هؤلاء هذه لا هاي يعني هذه مهمه جدا اخي عمر. نعم. هؤلاء اذا فازوا سائرون ولا غيرون اسمهم سوف يعني يدمرون العراق، لانهم ياتمرون بامر اينار. ومقتدى معروف، يعني الجرائم معروفه في الناصريه وفي كربلاء وفي النجف، فلا ينخدع العراقي والناخب العراقي بهؤلاء، والله المستعان. نعم. أنا أشكرك أبو فاطمة من النجف كان معنا. نستمر بقراءة التغريدات تحت وسم البرلمان لا يمثلني. عبد قال البرلمان العراقي لا يمثل الشعب العراقي بل يمثل الأحزاب الفاسدة المجرمة والميليشيات الإيرانية. هاشم اللي شفنا إلى مقطع في بداية الحلقة أحد المتظاهرين اللي واقفين في ساحل التحرير قال الفاسدين حالفين ما يبقون شيء من مكتسبات تشرين، آخر شيء عندهم احتالوا على قانون الانتخابات مشوا دوائر وسطية بدل الصغيرة، ما نترجى من نواب صعدوا بالتزوير أي خير. زيد قال البرلمان لا يمثلني، قلناها منذ بداية تشرين بأنهم ليسوا بسياسيين بل مجموعة لصوص سلمتهم الولايات المتحدة الأمريكية زمام الحكم، فأصبحوا ذيول لإيران لا يفقهون شيء بالسياسة سوى السرقة والدم، فهل من متعظ؟ حامد قال مقاطعة انتخابات 2018 بنسبة 80% لم يكن يوما هذا البرلمان الفاشل يمثل العراقيين. حسين آل ثاني قال البرلمان المحاصصة الطائفي الذي جاء بالتزوير لا يمثل إرادة العراقيين. نعم. غرد آخر وهو أحمد قال البرلمان لا يمثلني ولا يمثل أي عراق شريف، برلمان الطائفية والفساد والتزوير والعصابات، كل حزب بيهم يدافع عن الدولة اللي كانت ملفيته قبل 2003 ولم يدافع عن العراق وشعبه ومصلحته أبدا، مجموعة من الخونة دمروا البلد. ابن الوطن قال بعد اكتوبر لن تروا شيء، كما كان جميعكم سوف تسقطون واحدا تلو الآخر. تغريدة أخرى لأنانا كما أسمت نفسها، لم أشعر أبدا أن هذا البرلمان يمثلني ولو لمرة واحدة، فشل الجميع فشلا ذريعا منذ العام 2003 إلى يومنا هذا. ابن العراق قال الذي يحدث في البرلمان بسبب فساد الكتل والأحزاب مع عدم الاهتمام بالوطن ناهيك عن عمالتهم وتدخل إيران بشكل مذل وحقير. سجاد العراق قال البرلمان لا يمثلني، ستشرق الشمس يا متاجرين الدم والدين والوطن، ستنسحلون مهما بقيتم يا عارات الوطن كما سماهم. حسين قال البرلمان لا يخدم إلا مصالح الأحزاب السياسية، لا يحاسب الفاسدين، ضياع لخزينة الشعب، البرلمان لا يمثلني. علاوي قال قريناها هاي التغريدة قبل شوية. طبعا متحدث باسم ائتلاف ذوات القانون برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي بهاء الدين نوري قال من احتمال عدم قدرة القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في منتصف العام المقبل في حال المضي بتوزيع الدوائر الجديدة انتخابية، وأوضح في مقابلة متلفزة بأن القوى السياسية الصغيرة والناشئة لن تحصل على شيء
في الانتخابات المقبلة وفقا لهذا التوزيع، على أساس هم قبل يعني حصلوا المستقلين، ما حصلوا شيء، دخلوا انتخابات إذا ما يدخل في الكتل المعروفة ما يحصل أي مقعد. معنا اتصال محمد من فنلندا، تفضل محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلون صحتك؟ يا هلا بك. البرلمان هذا ما يمثل الشعب، هذا برلمان الرواديد، هذا برلمان العراقي ما يمثل الشعب العراقي أبد. أول مطالبات بالمظاهرات القادمة إن شاء الله إلغاء البرلمان، هاي أول الطلبات. نعم. برلمان فاسد، برلمان نصبة الأحزاب الفاسدة، ما يمثل الشعب. هاي هي الحكومة كلها، هي حكومة احتلال إيراني. نعم. مبطن بالظاهر قدام العالم وقدام المجتمع الدولي على أساس حكومة منتخبة، هاي هي حكومة احتلال إيراني يا أخوي. وأسأل إذا تسأل. نعم. يعني هو تقسيم، هذا التقسيم إلى دوائر متوسطة كما أسموها، برأيك مو يريدون يعني يعودون نفس الوجوه بانتخابها، إن كان يعني الناس راحت للصناديق أو ما راحت، مثل اللي صار بال 2018 أخوي، أطول الميليشيات بيدها السلاح والمال. نعم. ما كنت مصير انتخابات نهائيا، مصير شو انتخابات يعني، هم السلاح بيده والفلوس بيده وتعال سوي انتخابات، والشعب ما بيده شيء، لا يقدر، من يقدر يرشح نفسه؟ يقتل حتى لو الوطني يرشح نفسه. نعم. ينقتل، يقتلونه او يساومونه او يعني عندهم طرق هواية انت تعرفها وكل العراقيين كلهم يعرفوها، يعني ماكو شيء بعد، ماكو شيء بعد ينظم، ماكو شيء بعد ينظام، الأمور واضحة للناس، يعني ماكو، بس العراقيين، ما العراقيين كل العرب تخلوا عنهم، الدنيا كلها تخلت عنهم. العراقيين بوحدهم، ترى العراقيين بوحدهم هسه، ما حد، حتى الشيوخ العشائر أغلبيتهم 80% مع الأسف، مع الأسف عليهم، مع الأسف. نعم. أنا أشكرك الله. أخي محمد من فنلندا كان معنا. النوري اللي هو المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون قال بأنه يؤيد، وائتلافه يؤيد العودة إلى اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، ولفت إلى وجود اجتماعات للقوى السياسية تعمل من أجل تحديد شكل الدوائر الانتخابية. طبعا تشرين، من طلع ثورة تشرين تريد تغير الدستور وتغير كل هذا النظام، ما تريد تبقي هذه الوجوه اللي مسكت زمام الحكم في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، ووصل البلد إلى ما وصل إليه، ودنشوف إحنا اللي صار بموضوع الرواتب، والحديث من قبل وزارة المالية والمسؤولين بأن العراق عاجز عن توفير رواتب للموظفين في الأشهر القادمة. طبعا مثل ما أشرنا بأنه البرلمان صوت في جلسة يوم السبت على المقترح الذي تقدمت به اللجنة القانونية البرلمانية، وهو أن يكون التوزيع وعدد الدوائر مساوين لعدد النساء في البرلمان، 83 مقعد ضمن الكوتا المعمول بها منذ إقرار الدستور عام 2005، دستور بريمر، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الكتل البرلمانية التي انسحبت من الجلسة وكسرت نصابها، بينما قررت رئاسة البرلمان الإبقاء على الجلسة مفتوحة لحين التوافق بشأن تمرير قانون الانتخابات. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هاي رجالك يا وطن، هاي رجالك يا وطن، هاي
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال رياض من الفلوجه. تفضل رياض. رياض تسمعني؟ انقطع اتصال مع رياض من الفلوجه. طبعا عضو اللجنه القانونيه في مجلس النواب الماس فاضل قالت من البرلمان ارتأى أن تكون الجلسة مفتوحة لحين التوصل إلى صيغة توافقية في دمج الأقضية المجاورة على أساس المعيارية المعتمدة لمجلس النواب بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية، وأضافت بأن اجتماعات مكثفة ستعقد في اللجنة وصولا إلى التصويت على ملحق قانون الانتخابات هذا الأسبوع. طبعا احنا نتذكر قبل فترة تحدثنا عن هذا الموضوع بأنه تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد في المحافظات يحرم الكثير من المواطنين من النازحين كذلك إذا صارت الانتخابات، وكذلك يجعل أقضية صغيرة هي المتحكمة بمراكز المحافظات مثل بالموصل أو صلاح الدين أو ديالة، فعملية تزوير واضحة لأصوات المواطنين. ومثل ما قلنا بأن أغلب المتظاهرين أو كل المتظاهرين والناشطين أطلقوا هاشتاغ البرلمان لا يمثلني بدلالة على أنهم يرفضون هذا التقسيم الجديد من قبل البرلمان. رياض من الفلوجة يعاود اتصال. تفضل رياض. رياض تسمعني؟ رياض تسمعني لو ما تسمعني؟ أسمعك أسمعك. تفضل تفضل رياض. شوف أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك، تفضل. شوف أستاذ عمر، خير الحمد لله، الله يسلمك، تفضل. إذا شارك على عمود عملية سياسية بالعراق تفضل. أستاذ عمر، من 2003 من صار الاحتلال بالعراق؟ نعم أستاذ عمر أسمعك، بس نصين التلفزيون واسمعني من التلفون يا أخي، نص التلفزيون للأخير. من 2003 من صار الاحتلال مال العراق، نعم، قال راح نجيب لكم الديمقراطية ونخلصكم من صدام حسين. خلصونا من صدام حسين، جونا أتعس من نظام صدام حسين. نعم، يعني جونا شلة حرامية. نعم، شلة قتلة سرقة باعوا العراق، باعوا أنهوا العراق نهوا فر النوب اقتصاديا سياسيا عسكريا. نعم نعم، يعني حد الاخلاق باعوها، يعني الاخلاق حتى الاخلاق تغيرت بالبلد هذا مع الاسف. نطلب من الله ومن الشرفاء بهالشعب ان يسوون حركه قويه ويخلصونا من الاحزاب القدره. نعم، برايك ابو رياض البرلمان الحالي اللي قبله واللي قبله ايش قدم للمواطن العراقي؟ استاذ عمر تعرف الوضعيه، كل شيء ما قدموا، قدموا بس القتل والباب والتهجير. نعم، الله المعين. انا اشكرك رياض من الفلوجه كان معنا. ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. بركاته، اهلا وسهلا بك، تفضل. تحيه لحضرتك ولقناتكم الشريفه لكل عراق شريف. يا هلا بيش أستاذ، إحنا الدولة ملتهية بشغلة يعني بالانتخابات أكثر من اهتمام هذا الشعب العراقي. يعني شنو مصير الشعب العراقي؟ أشو قتلوا المحافظات السنية وهذا يقومون بعمل قتل المتظاهرين في المناطق الجنوبية؟ يعني شنو اللي بدر من الحكومة حتى إنه إحنا نوافق على الانتخابات؟ انت يا شعب العراقي شنو نظام برلماني؟ شنو يعني البرلمان استفادين من عنده صار 17 سنه، شنو اللي سواه للشعب العراقي هذا البرلمان؟ استاذ كل الانتخابات هم لصالح الكتل الكبرى اللي موجوده بالاحزاب
وحولوا المحافظات الى اقضيه. ليش؟ لانه يريدون هذا مسعود مرزاني لانه يريد يستعمل على مناطق كبيره من كركوك ومناطق من الموصل وحتى بيقبل مساحه الاقليم الكردستاني على حساب الشعب العراقي. يا شعب العراقي انت شنو تطالبون انه والله انتخابات لازم تصير هيك ولصالح الشعب العراقي؟ احنا انتخابات برلمانيه ما تفيدنا، احنا نريد لنا نظام رئاسي. لانه استاذ لانه رئيس الجمهوريه قال 50 الانتخابات للاحزاب السياسيه و50 للشعب العراقي، يعني تصور انه راح ترجع حقوق الشعب العراقي؟ راح يحس انه اكو اهميه للبرلمان؟ ترى البرلمان والحكومه هي عباره عن لصوص، هم راح يروحون شويه يطلعون يرجعون الى مكانهم. استاذ هذا ترى مو عمل، احنا ما اتفقنا هيجي. انتم يا متظاهرين ويا شعب العراقي، الاتفاق انه تغيير النظام باكمله، لانه ما يفيدنا هذا النظام، لانه جابنا الويلات مجالس المحافظات راح يصير لصالحها كل ولهذا رفضوا المتظاهرين والناشطين، رفضوا واطلقوا حمله البرلمان لا يمثلني. نعم حلت مشكلة من العراق، حلوا مشكلة المشردين اللي قاعدين خارج حدود بيوتهم. وبعدين أستاذ عندنا شغلة واحدة، ترى النساء هي اللي قاعدة تشتغل على الحكومة العراقية، اللي هاي الوحدة جديها تخارج ما أدري شنو هولندية، هي اللي تقوم بعملية تنظيم العلاقات ما بين التحالف الأجنبي الأوروبي. نعم أم عبد الله، شكرا. أم عبد الله من بغداد كانت معنا. أبو حسن من بغداد، فضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي. وعليكم عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ربي يحفظك يا رب. الله يسلمك أخوي عمر. هي الحكومة هاي تتمثل بالبرلمان، هم حكومة إقطاعية يحكمون البلد بيد من شو نقول من حديد حتى كلامهم هذا، فهم ما يخدمون الشعب. وجماعة العمائم أنا على يعني ألقبهم بالحاخامات، يعني كلها عنصرية وكل واحد يريد لنفسه، ما يهم الشعب. يعني ما يعرفون بين الشعب مضطهد سواء سنة أو شيعة، يعني مضطهد وحقوقه منهوبة. يعني شنو دوركم بالبرلمان أو بالحكومة أو بالدنيا كلها؟ هذول ما يخدمون العراق أخي، هذول جايين تدمير العراق. يعني هم اي انسان يعني مريض او جائع ما يهتموا له، يمشي كروشهم وفلوسهم. وقبل سنه سنتين في العاده السوداني ما اسمه قال يعني خما اخلي الرواتب ما تروح، خما ادايع جهادي، يعني يقبل يديع العراقيين وبس هو يكون هو مرتاح وماخذ حريته وراتبه يمشي. فهذول البرلمانيين دول كلهم حشم نقول بوجه طيبين الشرفاء سفله، يعني لا عندهم دين ولا عندهم اصلا درايه بالسياسه، السياسه بحر. نعم. يعني انت لما تقول عن السياسه تخدم شعبك، شوف شنو متطلباته. يعني الصحه مدمره، الصناعه. نعم. مدمره، الزراعه مدمره، يعني دول ما يعرفون يبنون دوله، ما يعرفون شو يسوون. واذا جابتهم امريكا، امريكا صح يعني الدوله عظمه، بس بنفس الوقت يعني يعرفون شلون يستخدمون الافات هاي الضاره للبلد. يعني صار 17 سنة 2003 ولحد الان شنو استووه؟ شنو بنوا شيء؟ اشو ما شاء الله المدارس الصينيه، دواء ماكو بالمستشفيات. يا عراقيين انا اقول لكم حكايه، انا كانسان عادي، يعني الصحه مدمره، اللي يروح للمستشفى يبتلي، يعني هاي الكورونا وغيرها وغيرها. وقبل كورونا يعني ادويه نشتريها من برا، والله يعني تمررت من الافعال هاي، يعني اجيب دواء من برا. شنو دور وزاره الصحه والميزانيات؟ يا عراقيين افتهموا كلامي. يعني الزراعه نستورد من ايران، وايران هي الكل بالكل. شنو يعني شنو انتم قيادتكم؟ نعم. شنو رجولتكم اذا انتم تبعيه لايران او لغيرها؟ تجي للصناعه، ساعدنا صناعه يعني تكفي البلد، صناعه ميته. يعني البلد دي على حافه الانهيار. فيا اخوي عمر يعني هاي رساله للشعب، يا اخوان الله يرضى عليكم، انتبهوا لبلدكم، انتبهوا دينكم الاولا وبلدكم. ترى احنا من غير ديننا وبلدنا ما نسوى كل شيء. نعم. الناس تروح تسافر والله متلهذله، يعني هذا واحد صديقي
يقول والله انا متبهدل. فيا اخوان ماكو احسن من بلدنا، بلدنا العراق العظيم اللي انبنت الحضاره، الحضاره التراث مالنا كله تدمر. شلون جوه على الغربيه دمروا المتاحف مالتنا والاثار. نعم. فيا عراقيين ليش خلوهم هذول يدمرون اثاركم وخيراتكم واساسكم؟ احنا بلد التاريخ يا اخوان، تجي دول من كل الدول تتعلم من عندنا. هسه احنا صرنا عكس، سبحان الله. يا اخوان يا عراقيين والله العظيم ترى هاي الطامه الكبرى صارت بينا، اذا ما ننتبه لبلدنا نضيع. انت تصور انت عايش برا خارج العراق، والله ما حد يعطيك لقمه، ما حد يحترمك، فهذا عراقك هو هذا اساسك، هو مصب احترامك لنفسك. فيا عراقيين الله يخليكم اخوان، اخواني والله العظيم راح ندمر ترى، اذا ما تكاتب كل ابن اما جو على الغربيه دمروها. بعدين قلت لكم يا اخوان ترى راح يجون على الجنوب، عبالكم يجي لكم بالا ويحترموكم؟ ما احترموكم. هسه حتى المظاهرات بالجنوب بالناصريه وبالبصره وبال وباقي المحافظات كل شيء ما سووا لهم، يعني عزوهم هانوهم. وانا قلت لكم يا عراقيين، قلت لهم ترى لكم تذكروا قبل كم سنه قلت لكم يا عراقيين ترى ما حد ينفعكم هذول، هذول قطاع طرق، كل واحد يريد نفسه. نعم. كل واحد يمشي محافظ على كرشه. نعم وفلوسه وما يحتاج احد. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. أبو سيف من الأنبار، أبو سيف تسمعني؟ تفضل أبو سيف. يبدو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو سيف. شلونك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بك، الله يسلمك ويخليك. أحب أشارك القصة. تفضل عيني. ألو. أسمعك أبو سيف، تفضل، أنت على الهواء مباشرة. احنا بالنسبه لنا يشتغل شغلات على مقاسه، يعني يريد دوائر انتخابيه بحيث انه ما تفلت ميد الانتخابات القادمه. وهذا ما يضر الشعب العراقي. احنا الحقيقه هذه المظاهرات اللي جاي تحدث في المناطق العراقيه هي خير دليل على رفض هذا النظام. احنا نريد تغيير هذا النظام اللي ما قدم شيء للعراق الحقيقه يعني. نعم. وإذا يظل هذا النظام على جاتهم على صدور العراقيين، يعني ما باعتبار ما سوينا شيء. احنا نريد تغيير كامل، لا تسيبنا الدوائر الكثيرة ولا صغيرة ولا شيء، تغيير نظام كامل. وأنا من رأيي انه حتى يتجه الى النظام الرئاسي هو اللي يخرج العراق بهاي النحو. نعم. والله يوفق الجميع ان شاء الله، والله يكتب الخير لهذا البلد، والله يجيب هات الرافد يبر. آمين. أنا أشكرك عيني أبو سيف، الله يحفظكم. أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ عمر. الله يسلمك ويخليك، يا أهلا بك. شلونك أستاذ؟ إحنا نعرف البرلمان العراقي يشكل من رحم الأحزاب، ويشكل كله بعدم مصداقية، ويشكل كله بتزوير، فكلهم كل من يمثل نفسه. ماكو واحد بالبرلمان إذا كان من الشيعة أو السنة أو الأكراد، كل من يمثل نفسه ويمثل جيبه، إيش قد يخلي جيبه وكرشه، ما يمثلون هذول شعب. فعلى الشعب العراقي أنه يدرك هؤلاء وما ينتخبهم مرة أخرى. نعم. لأن هؤلاء ما مو ممثلين للشعب، ممثلين لأنفسهم. ناس كلهم ميليشيات أحزاب تابعة لإيران، ومصالح إيران أهم من الشعب العراقي بالنسبة للبرلمان. وشكوا قرار يتخذوه كله قرار باطل، مو ما 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 بي كل حق للشعب العراقي، لا بتعيينات ولا بمعيشة، ولا شفت لك برلماني زار أحد المناطق المنكوبة مثل نينوى وصلاح الدين والأنبار اللي شردت عوائلها من قبل داعش، وهم جابوا داعش. نعم. زين. واني أشكرك. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا كان معنا. أنا بس بدي أقرأ هاي الرسالة، تقول السلام عليكم، وصلتنا على الواتساب، تقول أنا أخذكم من بغداد، تقول والله العظيم الناس دا تموت بالسجون، تقول وين الناس ما بقعدها رحمة، ولدنا راح تموت من المرض، وين مصطفى الكاظمي
مو يواعد الشعب بالعفو. تقول أنا زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل والحد هسه ما نعرف عنهم شيء، ما خليت ما رحت، ما يقبلون يعطوني الصدق. كذلك تتساءل وين مصطفى الكاظمي؟ والله ملينا أنا زوجي وأولادي، صار 4 سنوات ما أعرف عنهم شيء، زوجي مريض وأولادي بعدهم صغار، شنو ذنبهم دولة؟ والله ما إن غير الله وهم. تقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وعلى كل شخص يظلم بشر. وتحياتي لكم. رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم. يقول العراق أهل الخبرة وأهل الإدارة تخلوا عن مسؤولياتهم، تخلوا عن مسؤولياتهم وذهبوا بأرواحهم ويقومون بتقديم الخدمة للدول العايشين بها. والعراق وقبيت هؤلاء الفاسدين بلا رحمة، مدربين بأبشع جرائم الفساد والقتل والاعتقال والتعذيب والسرقة وسرقة المال العام. وهؤلاء القتلة صنع الاحتلال لا يمثلون العراق وشعبه. يا عراق إلك الله والثورة المتظاهرين. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس أريد يعني أخذ مقطع لأحد الناشطين من محافظة كربلاء اللي تم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية، ظل 53 يوم يتعذب وبصموه على أشياء هو ما قايم بيها. خلونا نستمع إلى رسالته من ساحة التحرير في بغداد. عليكم. قبل كل شيء أنا عراق، اسمي عادل طالب عباس من محافظة كربلاء المقدسة. جت ساحة التحرير حال آلاف المواطنين اللي جت هنا، وبشهر واحد انشالت من جهة غير معلومة هنا بالسعدون وسلموني للحكومة، وظليت يم الحكومة، ظليت 53 يوم عدل. بهاي 53 يوم عدل تعذبت، انهانيت بشكل كلش كبير، بصمت ووقعت على شغلات انا ما شايفها بحياتي اللي وما مسويها بحياتي اصلا، ومن وقعت يعني كان عيوني مشدودة. بصمت على انه انا مسؤول عن قطع محمد قاسم، دعم خارجي، تخريب الممتلكات العامة، ضرب القوات الامنية، حمل المواد المولوتوف، وانا ذني كله مو عندي، ما عندي اصلا، كنت اخذ فلوس من اهلي حتى انا كبر بالقوة اللي دبرها ومدرجة على البيت. تعذبت بشكل مو طبيعي. اخر شيء طلعوني كفالة وقالوا شهر السادس تنحل قضيتك، والحد ما منحله قضيته. النب حولوني جنايات، قالوا شهر العاشر 18/10 محكمتك اللي هي بعد 5 ايام محكمتي يعني. وأناشد الناس الطيبة والناس الخيرة إنه ساعدنا، وأناشد مصطفى الكاظمي إن شاء الله يلقى له حل، لأن هو قال شكوى واحد سجين يطلع من السجن وماكو عليه أي تهمة بعد. نعم، هذا متظاهر من محافظة كربلاء، 53 يوم معتقل، بصموه وقعوه على اعترافات وما قايم بها. فكيف هو حال السجون العراقية؟ ودائما إحنا نتكلم في هذا البرنامج حول ما تقوم به هذه القوات من إجبار الناس الأبرياء، نتحدث عن الأبرياء، عن الأبرياء بتوقيعهم على اعترافات تحت ضغط التعذيب وتهديدهم وتهديد أهاليهم. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ عمر. يا أهلا بك، حيا ودوم، الله يسلمك ويخليك ويحفظك. والرحمة على شهداء التظاهر، والرحمة على شيوخنا العظام، ومنهم الشيخ المجاهد البطل المرحوم حارث الضاري، رحم اللهم جميعهم وسلم الله جناته فسيحة. الله يرحم جميع المسلمين. تفضل أبو عمر. إن شاء الله. أستاذ عمر، بالنسبة لموضوعنا اليوم عن مود البرلمان. نعم. عمر، يعني إحنا طيلة هاي 14 سنة وجود البرلمان والنواب وكافة يعني ما يسمى به تشكيل هذه الحكومة اللي هي 14 سنة ما قدمت شيء للعراق، وما طلع من عندهم أي دور يعني وطني أو أمور يعني إلها حق البرلمان أن يقدمه للشعب. يعني ما قادر يسوي فتشي، لأن سلطة الأحزاب هي مسيطرة على البرلمان والنواب، يعني ما قادر تتخذ أي قرار يعني في كافة الأمور الحياة وفي كافة مجال يعني. نعم أبو عمر. أبو عمر من بغداد كان معنا، تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول تصويت البرلمان على تقسيم المحافظات، دوائر انتخابية متوسطة كما أطلقوا عليها. النشطاء والمتظاهرون رفضوا هذا التقسيم الجديد وأطلقوا حملة
كان عنوانها البرلمان لا يمثلني. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.